والمولود يصف الاتفاقية التي وقعتها سنين مع شركة بي سي ام الأسترالية بأنها نهب لمقدرات البلاد ويدعو إلى إلغائها. لقاء شبابي في نواكشوط يبحث صياغة مطالب تعنى بتحديات الشباب الموريتاني. نادي سنين يفوز بكأس رئيس الجمهورية على حساب نادي الكدية من زويرات. أهلا بكم إلى أخبار الساحل من العاصمة الموريتانية نواكشوط. وصف المرشح الرئاسي محمد والمولود الاتفاقية التي وقعتها الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم مع الشركة الأسترالية بي سي ام بأنها نهب لمقدرات البلاد، ودعا للوقوف في وجهها حتى يتم إلغاؤها. وطالب والمولود في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في مقر حملته الحكومة بالتوقف عن القرارات والصفقات المتعلقة بمستقبل البلاد، لافتا إلى أنه لم يبقى لها سوى أقل من 70 يوما وعليها ترك المستقبل للحكومة القادمة. وأشار والمولود إلى أن الصفقة تم إجراؤها في غياب الإدارات المعنية بها في الشركة، وتم إجراؤها في ظرف ينشغل فيه الرأي العام بأجواء الانتخابات. مناجم السنين اللي نعود ما اللي عاد يرصف عليهم ويرصف عليهم هما اللي فترة لنظار واحلة في قضية الانتخابات الرئاسية. هذا معناه نفهم إرادة حقيقية لنهب ما يمكن نهبه في هذا البلد. أيوة يا أخوتي أهل موريتانيا، قوموا رؤوسكم، ممتلكاتكم لا تنتهبوا تو، أنتم بعود وتخرصوا، وإحنا ما يقدر هنا أبدا الانتخابات الرئاسية عن مسائل تمس المصلحة الوطنية. ما يا الله الرواية نقبله على أن نتهاوه الانتخابات الرئاسية ونخلوا الرواية تمر هكذا. ولذلك أنا مطالب جميع الوطنيين وكل القوى الوطنية والمرشحين وغير المرشحين أنهم كاملين، المرشحين كاملين وغير المرشحين كاملين لأنها قضية وطنية، أنهم يوفوا كرجل واحد من أجل أن هذه الصفقة تخسر وأنها تخسر تلتقى، وعلى أن سنين تخلى هي اللي تقرر حسب مسطرتها وحسب مصلحتها ذاك اللي يتعدل من الاستغلال وبالشكل اللي يدور. نظم تحالف الشباب الموريتاني ورشة عمل تحت عنوان حصيلة التشخيص المتبادل شرط مسبق لبناء مشروع سياسي. وأكد المشاركون على ضرورة إمساك الشباب بزمام المبادرة وفرض شروطها على المترشحين بدل بقائهم تابعين لأي طرف بالمجال. نقاش وتبادل الآراء والأفكار حول حاضر ومستقبل البلد هو المائدة التي يتوزع عليها هؤلاء الشباب في مجموعات بورشة عمل نظموها في نواكشوط تحت عنوان حصيلة التشخيص المتبادل شرط مسبق لبناء مشروع سياسي. نحن قررنا تحالف الشباب الموريتاني ينشغلوا إلى برنامج ساقب ندعو محد يسوى منه نعرفوا برنامجه شنه ونودوا نحن لين عدلوا ورشات والله لين قد نساعدوا به في برنامجه يدخلوا فيه عود نحن لين يمشوا نطلبوا ناس يزرقوا فلان يزرقوا لأجل البرنامج لأجل مصلحة موريتان ولين يجبروا وحدين ما هم قارين ولا يعرفوا لا يعدروا نمشوا نحن نقيسهم نقولوا زرقوا فلان يلي فرنا البرنامج يعرفوا صالح الموريتان لعاد مولي برنامج ما هو صالح الموريتان نمشوا مولي نحن نعدلوا حملة نقولوا لا تزرقوا فلان البرنامج ما هو صالح الموريتان. المشاركة الشبابية المتنوعة والتي ولدت انطباعات خاصة لدى المشاركين أغرتهم في نهاية المطاف بإمكانية اتخاذ القرارات المصيرية والإمساك بزمام المبادرة وفرض الشروط من طرفهم على المترشحين بدل تلقي الأوامر منهم أو البحث عن مرضاتهم. معدرين ورشة دون نتواصلوا بها إلى الشباب الموريتاني أن يعود مثلا واعي ويتدخل في شؤون دولته، واحنا تعرف عن الشباب الموريتاني يقلوا شيء قالوا التكوين، والتكوين تعرف انه وسيله تبلغنا لغايه معينه اللي هو الهدف اللي نعدلوا. وقطعنا احنا نطلب من جميع الموريتانيين
وصناع القرار انهم يدخلوا الشباب في شينغال وصناع القرار الموريتاني. الشباب الذين أطلقوا على أنفسهم تحالف الشباب الموريتاني وزعوا المهام بشكل مرتب وأشركوا العنصر النسوي بتنوعه الثقافي. نحن كل ما نسعى إليه هو تحقيق طموحات الشباب، وليست لدينا ولاءات لهذا المرشح أو غيره إن لم يكن مستعدا لتلبية المطالب، وكل ما نريده هو التغيير الإيجابي لهذا البلد ونرى موريتانيا جديدة. التحالف ما هو خاص بجهة عن جهة ولا عن فئة عن فئة، تحالف موريتاني من كافة شباب موريتاني في النساء وفي الرجال، وهدفنا كامل من التحالف دفلوب مع موريتاني. خطوة يراها المشاركون مهمة في وجه العقليات السائدة لدى الشباب وإظهار القدرة لدى هذه الشريحة في التمتع باستقلالية اتخاذ القرار والتعود على طرق بديلة لمشاركة سياسية راقية على حد تقديرهم. قررت حملة مرشح الرئاسيات محمد ولي الشيخ محمد أحمد القزواني دعم كافة إدارات الحملة بالعضوية الاستحقاقية للمنتخبين من عمد ومستشارين بلديين ونواب ورؤساء وأعضاء المجالس الجهوية. وقالت إدارة الحملة إنها تسعى من خلال هذا الإجراء إلى الاستفادة من القواعد الشعبية لهؤلاء المنتخبين المحليين وخزاناتهم الانتخابية وما يتمتعون به من مصداقية في دوائرهم المحلية. كرمت الأمم المتحدة الجنديين الموريتانيين نوح والمحمود وهاشم لليماني بميدالية داغ هامرشيلد، وذلك إحياء لذكراهما بعد مقتلهما أثناء تأدية عملهم في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وسلمت الميداليات لممثلي بعثات 48 دولة من بينها موريتانيا والمغرب ومصر. عبد الله النهي. الأمم المتحدة كرم الجنديين الموريتانيين نوح المحمود وهاشم لليماني اللذين لقيا حتفهما تحت مظلة القوات الأممية، وذلك ضمن اليوم الدولي لحفظة السلام. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قدم ميدالية داغ هامرشيلد تكريما لذكرى 119 شخصا من أفراد بعثات حفظ السلام ممن جادوا بحياتهم أثناء تأدية واجبهم في 12 بعثة بمختلف أنحاء العالم. وأكد غوتيريش أن العام الماضي لوحده شهد مقتل 89 فردا من قوات حفظ السلام العسكريين والشرطيين والمدنيين من 16 دولة، وهو أقل عدد يسجل خلال عقد من الزمن. ويصل عدد أفراد بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام 100,000 شخص ينتمون لأكثر من 120 دولة، وقد خدم أكثر من 1,000,000 جندي تحت راية الأمم المتحدة الزرقاء منذ نشر أول لبعثاتها 72 في عام 1948، ولقي 3,800 منهم مصرعهم في ساحة المعارك. وقد كان الجنود الموريتانيون المشاركون ضمن القوات الأممية محل إشادة خلال السنوات الأخيرة، وينشط اليوم 750 جنديا موريتانيا في مهمة حفظ السلام بوسط إفريقيا. قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون إسماعيل بن الشيخ أحمد إن السلطات الموريتانية تتابع ملفات الموريتانيين المفقودين في الخارج باهتمام بالغ، وتنتظر الحصول على معلومات مؤكدة بخصوصهم لإعلانها لذويهم وللرأي العام. جاء حديث الوزير خلال استعراض عمل قطاعه خلال العشرية الأخيرة. المهم هو الاهتمام، المهم هو المتابعة. أنا تكلمت مع وزير خارجية أنغولا قبل فترة كما تعلمون فيما يتعلق بالجالية، ومن الأشياء اللي سألت عنها كذلك هذه القضية، ولكن من الأساسي أن نحتفظ ببعض السرية في هذا الموضوع حتى نحصل على شيء، وهذا هو ما نتمناه يكون إن شاء الله مفرح للأسر، أو على الأقل نحصل على معلومات مؤكدة، لأن البقية تبقى كلها تكهنات، وفي هذا الميدان من الخطير. أنتم تعلمون كمثال نجاح للدبلوماسية الموريتانية هو أننا نجحنا أخيرا في إطلاق سراح 2 من الموريتانيين كانوا معتجزين في كوت ديفوار.
نظمت منظمة شباب الوحدة غير الحكومية بالتعاون مع بلدية دار النعيم يوما صحيا خصص لتقديم الاستشارات الطبية وتوزيع بعض الأدوية، واستفاد من اليوم الصحي عشرات من المرضى ونزلاء مستشفى دار النعيم تحت إشراف أطباء وأخصائيين في مجالات عديدة. اليوم الصحي اللي نظمنا هون في طب سويسرا نظمته منظمة الشباب الوحدة والتنمية بالتعاون مع جهة نواكشوط وبلدية دار النعيم، استفادوا منه الحمد لله مئات المواطنين، ووزع فيهم اللي كمية معتبرة من الأدوية، خاصة أدوية المضادات الحيوية وأدوية المضادة للطفيليات وفيتامينات وكذلك أدوية الضغط وأدوية القلب والسكري، وكان فيه استشارات في طب الأطفال واستشارات في الطب العام واستشارات في طب النساء وطب. قامت منظمة نسيم للعمل الثقافي الاجتماعي بتنظيم عملية إفطار للصائمين، واستفادت من هذه العملية مجموعة ساكنة المقطع 21 بمقاطعة تجنين بالعاصمة نواكشوط. أشكر جميع الذين ساهموا من بعيد ومن قريب بجهودهم المالية وبجهودهم الأخرى على تنظيم هذا الإفطار الذي كان في هذا الحي كما ترون، ونيابة عن جميع الزملاء في المنظمة أشكر شكرا خاصا المتطوعون الذين قاموا بهذا الجهد وقاموا بتنظيم هذا الإفطار في هذا اليوم المبارك من هذا الشهر العظيم. انطلقت بنواكشوط المرحلة النهائية من المسابقة القرآنية التي تنظمها سنويا رابطة الأخوة لخدمة القرآن الكريم، وذلك بمشاركة 25 شابا وفتاة تمكنوا من الوصول لمراحلها النهائية، وحملت النسخة التاسعة من المسابقة اسم خادم القرآن الكريم الإمام عبد العزيز سي، وينتظر أن يعلن أسماء الفائزين بعد إصدار لجنة التحكيم قرارها النهائي بعد تقديم المتسابقين النماذج من قراءاتهم أمامها. الرابطة الحمد لله هذه دورتنا التاسعة الحمد لله، من 9 سنوات ترك الحمد لله في كل سنة نعدلوه مع شهر رمضان، ونحن نركض في الدور التالي الحمد لله، والحمد لله هذه المرة شرفناه بالإمام رحمه الله عبد العزيز سي اللي كان الحمد لله إمام مسجد المغرب، اللي كان من أهل العلم من أهل الدين ومن أهل القرآن، واخترنا السنة الحمد لله نشرفوه بهذا هاي المسابقة. رغم نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. رغم بعدها عن العاصمة نواكشوط ووجودها في أقصى الشرق الموريتاني، شهدت مقاطعة بكة لحواش بولاية الحوض الشرقي خلال السنوات الأخيرة نموا ديموغرافيا معتبرا، لكن ساكنة هذه المقاطعة تعاني من تحديات في عدة مجالات. الزميل محمد عمر بلول زار المنطقة وعاد بالتقرير التالي. 150 كيلومترا تربط بين مقاطعة بيكت لحواش ومدينة النعمة في أقصى شرق الموريتاني. على الرمال المتحركة انشئت مقاطعة بيكت لحواش اليتيمة من البلديات بهدف تجميع السكان الرحل الذين ألفوا الحياة البدائية، فهم يتوجهون حيث توجهت مواشيهم، لكنهم اليوم باتوا مستقرين في مدينة تتوفر على بعض مقومات الحياة. الله موجود، إنما موجود، الطب موجود، التعليم موجود، الأمن موجود، إذن وسائل الحياة كاملة جزاها الله خيرا متهيشة
في المقاطعة اللي هي تحتوي بيكت الأحواش بضع آلاف السكان، وجدوا فيها ملاذا من الفيافي المقفرة. توجد في المدينة مرافق عمومية ومؤسسات تعليمية من الابتدائية حتى الثانوية، ومستوصف صحي يقدم الخدمات الصحية للمواطنين وخدمتي الماء والكهرباء، إلا أن البناء العصري تعيقه ندرة الوسائل اللوجستية. طالبين جرافيا وطالبين الحديد، الناس ضعفهم، طالبين جرافيا والحديد، آلات البنيان طالبين منها ضعيف، المساعدة مولي، الناس ضعفهم. يقول سكان المقاطعة إن المنطقة لم تكن قابلة للسكن لوجود جماعات مسلحة التي كانت تنهب السكان وتبث الرعب بينهم. القائد أنا قد خاف منهم، كانوا هم ساكنين سابقين بيك، كانوا ساكنين قاعهم ما خلق حفرة الذين كانوا فيهم، كانوا يعيشوا مع المواطنين هم، وكانوا المواطنين عندهم أفكار ضايعة باللي تجبر واحدين كانوا يتعامل معهم وجابرينهم شاكلهم قاعد مدوا شاكلهم حكومة ودولة. اليوم الحمد لله ذيك الأفكار مشات من رؤوس المواطنين، وصبحوا متقدمين ومتحضرين، وصبحوا حاضرين الحمد لله في الدولة، وراجعين عند الله تبارك وتعالى أن الله يزيدنا في نعمه إن شاء الله. يعدد سكان بيكت الأحواش مشاكلهم اللوجستية، وتظل الطريق بين المدينة والنعمة أبرز عوائق التنمية بحسبهم. يقول سكان مقاطعة بيكت الأحواش إن ما بعد التأسيس ليس كما قبله، فقد تحولت المدينة من منطقة سبهللة إلى منطقة آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. محمد عمر بلول، الساحل تي في، مقاطعة بيكت الأحواش، أقصى الشرق الموريتاني. منحت جائزة محاربة التدخين الدولية التي تقدمها منظمة الصحة العالمية هذه السنة لموريتانيا اعترافا بجهودها في مجال محاربة التدخين، وتسلم الجائزة في مقر الأمم المتحدة بجنيف الشيخ باي مخيطرات المفتش العام للصحة في موريتانيا. رياضيا في هذه النشرة، فاز فريق سنيم أمس السبت بكأس رئيس الجمهورية بعد تغلبه على فريق الكيديا بهدف لصفر في النهائي، وسجل الهدف الوحيد قائد فريق سنيم بابوي في الشوط الأول من المباراة التي شهدت انقطاعا للتيار الكهربائي، وسلم الوزير الأول محمد سالم البشير في نهاية اللقاء الكأس لقائد فريق سنيم، وتم في نهاية المقابلة توزيع جوائز وميداليات على الفريق الوصيف وعلى حكام المقابلة. أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم برنامج المنتخب الأول كاملا استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019، حيث سيخوض المرابطون معسكرا تدريبيا لمدة أسبوع ستكون بعض حصصه مفتوحة أمام الجماهير. بعد ذلك سيتوجه المنتخب إلى مدينة مراكش المغربية، حيث سيدخلون في معسكر تدريبي لمدة 10 أيام تتخلله مباراتان وديتان أمام مدغشقر وبنيه يومي 14 و18 يونيو على التوالي. ويلعب المنتخب الوطني مباراته الأولى في البطولة أمام مالي في 24 يونيو بمدينة السويس. قلد الاتحاد الافريقي يوم امس 25 من شهر مايو عيده السنوي، في حين صادقت 22 دولة عضوا في الاتحاد على بقية انشاء منطقة التجارة الحرة القارية الموقعة في 21 مارس 2018 من قبل 49 دولة افريقية، وستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 30 من الشهر المقبل، وسيتم إطلاق هذا السوق العملاق البالغ عدد سكانه 1.2 مليار، ويجتمع خبراء الاتحاد الافريقي ووزراء التجارة الافارقة في يونيو المقبل بالعاصمة الأوغندية كامبالا لوضع اللمسات الأخيرة على آلية تنفيذ منطقة التبادل الحر القارية، كما سيمكن اجتماع وزراء دول وحكومات الاتحاد الافريقي باطلاق المرحلة التشغيلية للمنطقة، وذلك بمناسبة انعقاد قمتهم الاستثنائية في 7 يوليو.
إلى مالي، حيث اختطفت سيارة تابعة للقوات الأممية بمنطقة غوندانام جنوب غربي مدينة تومبوكتو من طرف مسلحين مجهولين لم تعرف وجهتهما حتى الآن بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن شهود عيان. وشهدت الأيام الأخيرة تزايدا للعمليات ضد القوات الأممية، حيث قتل جندي نيجيري وأصيب 4 آخرون بينهم 3 جاديين خلال هجومين تعرضت لهما القوات الأممية بمنطقتي تومبوكتو وستاليت. وتشهد عمليات الاختطاف والهجمات المسلحة ضد القوات الأممية والفرنسية والمالية تزايدا خلال الأسابيع الأخيرة بشمال ووسط مالي. نهاية أخبار الساحل، تذكير بالعناوين. والمولود يصف الاتفاقية التي وقعتها سنيم مع شركة بي سي ام الأسترالية بأنها نهب لمقدرات البلاد ويدعو إلى إلغائها. لقاء شبابي في نواكشوط يبحث صياغة مطالب تعنى بتحديات الشباب الموريتاني. نادي سنيم يفوز بكأس رئيس الجمهورية على حساب نادي الكدية من زويرات. أطيب الأماني وإلى اللقاء.